Everyone came here, they see what we have here, you know. Here we play soccer, that's it. Every day we came here from long time, like 14, 15 years. We have only here field, you know, something for us for football, for soccer. That's what we have here. Everything what you guys listen, you know, it's not true. عندي انطباع عن الجولة جيدة جدا مفيدة لأنه الآن في الصعيد السياسي والدبلوماسي مليء بالتصريحات ولكن نحن نريد أن يكون مبني على وقائع ونحن شاهدنا اليوم أنه في الواقع هنا في النادي الرياضي وفي هنا الملعب وأنا لا أتصور أن يكون هناك شيء سري يحدث في هذه الأماكن وهذا اللي نحن شاهدناه بعيوننا نحن.